ترى ان المصري لازم يعود من منطلق قانوني ولا من منطلق ايضا احوال البلد؟ شوف يا كابتن خالد، اولا مصر من منطلق قانوني هو كان لازم يعود من السنه اللي فاتت. احنا احترمنا الظروف والاحوال والبلد واللي حصل وقلنا نأجل السنه اللي فاتت. انما كابتن خالد انا عايز اقول لحضرتك يعني حاجه بسيطه جدا. بقول لحضرتك يعني منطلق قانوني ان المصري كان يعود من السنه اللي فاتت. بس احنا احترمنا الظروف والوضع والكلام ده، ما كانش لازم ينفع السنه اللي فاتت. بس هي كمان عايز اقول لحضرتك عليها بالنسبه لبورسعيد جدا. مصر فيها وسائل ترفيه وترفيه لمصر كلها. بورسعيد النادي المصري الوحيد هو من بتاع الترفيه للنادي البورسعيدي. حاجه ممتعه وسيله ترفيه. اخدت بالك حضرتك؟ فالوقتي احنا ايه المانع ان احنا ما نلعبش؟ الوقت انا عايز مصر يلعب وفتحت عايز مصر يلعب وكل مصر عايز مصر يلعب، بس التخوف على النادي المصري نفسه والتخوف من ارض الاسكندريه ومن الازر ومن عدم عوده الاهلي وان هم يتربصوا بالفريق وكده يعني كلام يا كابتن خالد، النادي المصري والله اتظلم والمعامله دي والوقت تكتشف الامور في حاجه بعدين اقول لك حاجه، احنا لو قعدنا 10 سنين برضه هتيجي لو مصر اشترك هتبقى نفس الصدمه هي هيها برضه وقتها هتبقى النادي المصري. طيب يعني عايز تقطع عينه وسهل دمه. خلاص بعدين الناس يا كابتن خالد الظروف اختلفت، النهارده معلش الاخوان دي كانت تعبت خلاص وسابت الدم، دلوقتي في شرطه في الامور كلها جايه دلوقتي للاحسن. البورسعيد دلوقتي كانت خلاص الناس كلها طالعه بورسعيد، الامور كلها واضحه للبورسعيد دلوقتي، مين احلى من الناس دلوقتي؟ مين احلى من العكس؟ طب كم واحد من اعضاء مصر ورا مصر على العوده وكم واحد رافض العوده؟ بس انه وافق على العوده وبقيت الناس كله كان مرافض والكلام ده مظبوط في محاضر موجود. قدام سياده المحافظه. طب يعني معنى كده المصري هيرجع ولا مش هيرجع؟ لا المطر هيرجع ان شاء الله وحل. ما هو لازم يكون ده قرار مجلس الاداره. ما هو قرار مجلس الاداره متاخد قدام سياده المحافظ. ما انت بتقول دلوقتي مش مفهوم. انا حضرتك حاجه يا فندم خالد، الوقت المصري نزل في الدوري. ونزل في خانه الدوري. ولو انا هتنزل اعتذار ان انا ماليش لاعب يبقى انا كده بقول للمصري نزل درجه رابعه. حتى لو يعني لو لا حل الكلام ده بس انا نازل اشد انا بس اقول حتى لسه عايز الكوره دلوقتي كان اتكلم بنزله من الاستاذ كمال يا معلم. يعني الاستاذ كمال يا معلم احنا بنحترم وبنقدره وبنعزه وعلمه كتير بس للاسف معلش مع احترامي العلم كله عدته الفتره دي ضيع كابتن ابو علي كابتن ابو علي ادى جاب العقود وجاب لعيبه وخلي لعيبه مصر كلها تيجي وراه وكان الفلوس السحر بالنسبه لعيبه مصر. طب انت هو كان في عقود ملايين للعيبه وجبت الفتره دي اتخليت عنهم او اتخليت عن النادي ودبتني انا ادفع فلوس للنادي. طب مش متهيألي بعد ما تم عرض اللعيبه ده فلوس؟ واتصرفت على المحكمه الفيدراليه والمحكمه الرياضيه وكل الفلوس دي على الاستاذ حكي والاستاذ كمال ابو علي قال لك انا جمعت فلوس معايا والفلوس مصروفه للنادي المصري. طب الوقت انا عندي كان عندي غيرها الوقت اللي ارجع له. تمام، هو المعلومة وصلت هتلاقي فلوس منين بعد كام أربع عليه؟ يعني ماذا؟